تلميذ سنة رابعة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية المدنية، النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، أكمل الفراغ بما يناسب من الكلمات. لدينا الفراغ، نملئه بالكلمات. تراثنا المادي الملموس يميز المجتمع الجزائري. تراثنا المادي الملموس، أحسنتم، كنز يميز المجتمع الجزائري. تراثنا اللامادي غيره هو أيضا كنز ثمين علينا الاهتمام به. تراثنا اللامادي غيره، جيد، الملموس. واصل. المحميات الطبيعية هي فضاء طبيعي لكثير من النادرات. المحميات الطبيعية هي فضاء طبيعي لكثير من، أحسنتم، الحيوانات. وكذلك، أحسنتم، النباتات. إذن المحميات الطبيعية هي فضاء طبيعي لكثير من الحيوانات والنباتات النادرة. أحافظ على تراثنا الثقافي والطبيعي وأعتز به لأنه جزء من ويعبر عن هويتنا. نعيد، أحافظ على تراثنا الثقافي والطبيعي وأعتز به لأنه جزء من، أحسنتم، شخصيتنا. نعيد قراءة الجمل. تراثنا المادي الملموس كنز يميز المجتمع الجزائري. تراثنا اللامادي غير الملموس هو أيضا كنز ثمين علينا الاهتمام به. المحميات الطبيعية هي فضاء طبيعي لكثير من الحيوانات والنباتات النادرة. أحافظ على تراثنا الثقافي والطبيعي وأعتز به لأنه جزء من شخصيتنا ويعبر عن هويتنا. التمرين الثاني، اربط بالسهم بين التراث والولاية التي ينتمي إليها. لدينا التراث، القصبة، وادي ميزاب، طاسيلي، تيمغاد، قلعة منصورة، مدينة جميلة. الولايات، الثقافة، الجزائر، إليزي، غردية، الجزائر العاصمة، تلمسان، باتنا، وسطيف. إذا كل تراث نربطه بالولاية التي يقع فيها أو ينتمي إليها. القصبة، أحسنتم، تنتمي إلى، جيد، الجزائر العاصمة. وصل. وادي ميزاب، أحسنتم، يقع بولاية غرداية أو ينتمي، التراث ينتمي إلى الولاية. إذا التراث ينتمي إلى ولاية غرداية. التراث التاصيلي ينتمي إلى، أحسنتم، ولاية إليزي. نواصل. تيم غاد، أحسنتم، ينتمي إلى ولاية باتنا. قلعة منصورة، أحسنتم، تنتمي إلى ولاية تلمسان. مدينة جميلة، جيد، بولاية سطيف. إذا ربطنا كل التراث مع الولاية التي ينتمي إليها. نراجع، القصبة بالجزائر العاصمة، وادي ميزاب بغردايا، طاسيلي بولاية إليزي، تيمغارت في باتنا، قلعة منصورة ينتمي إلى تلمسان، ومدينة جميلة في سطيف. التمرين الثالث، صنف في الجدول ما يلي. إذا لدينا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الوعدة، الشخشوخة، الحريقة، القربة، المهرجانات الشعبية، الشعر الشعبي، والحايك. لدينا في الجدول التراث المادي الملموس، التراث اللامادي غير الملموس. التراث المادي الملموس، لدينا الألبسة التقليدية، الأدوات، والأكلات الشعبية.
تراث لامادي العادات والتقاليد المهرجانات الاغاني الاناشيد كلها تراث لامادي. اذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تراث احسنتم لامادي غير ملموس. الاحتفال الاحتفال بالمولد النبوي من التراث اللامادي. واصل الوعدة من العادات والتقاليد أحسنتم إذن هي من التراث اللامادي. الوعدة يجتمع فيها الناس من العادات والتقاليد. الشخشوخة هي عبارة عن أكلات شعبية، أكلات شعبية من التراث جيد المادي. الحريرة كذلك من الأكلات الشعبية خاصة في رمضان تراث المادي. الأكلات الشعبية كلها تراث تنتمي إلى التراث الملموس أو المادي. واصل القربة هي من الأدوات نملأ فيها الماء إذن من التراث المادي. المهرجانات الشعبية أحسنتم من التراث التي تنتمي إلى التراث اللامادي. نواصل الشعر كذلك من التراث اللامادي. الشعر الأغاني الموسيقى كلها تراث لامادي. وأخيرا الحايك من الألبسة التقليدية. الألبسة التقليدية أحسنتم التراث المادي. إذا نراجع لدينا التراث المادي الشخشوخة والحرير أكلات شعبية، القربة من الأدوات، والحايك من الألبسة التقليدية. الألبسة التقليدية أكلات شعبية والأدوات كلها تراث المادي. احتفالات الوعدة العادات والتقاليد المهرجانات والشعر كلها من التراث اللامادي. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.